سألت ألاء المرة الماضية، قالت كيف أنا لما أجيت قلت الفرق كان عندي هون 5 وضفت 2 صارت 7 عشان أعمل أكاونتينج للأكسلريشن. هي السؤال اللي سألته، قالت أنت دكتور قلت إنه أنا تي في بتساوي دي على في، مظبوط؟ دي اف على في، وإحنا عملناها 5 متر فقسمنا 5 على 1 فرضا بالحالة هاي رح تعطيني 5 seconds، فأنا بقول حتى أقطع المسافة هاي على توب سبيد رح تاخذني 5 سكند. وجينا قلنا طيب لو انا بديش اقطعها على توب سبيد بدي اخذ رح تاخذني دي على في زائد في على اي زائد اي على جي رح تصير عندي 5 1 1 7 سكند، مش هيك؟ قديش اذا التاكس تبع الستوب بيساوي 2 سكند، 7 ناقص 5 2 سكند، مظبوط؟ اذا 2 سكند هون عمالنا بنقول طيب احنا ضفنا هذا الزمن، ما هو هذا الزمن رح يقطع فيه مسافه اضافيه، اذا ما رح تضل هالمسافه نفسها، مش هيك السؤال؟ هلا الصحيح اللي بيصير هو كالتالي، اذا طلعنا هاي التوب سبيد الانتقال على التوب سبيد قديش المسافه اللي قطعناها؟ احنا ماشيين على 1 متر بير سكند، رح اعطى متر 3 متر متر. ليش قررت انا اقسمها متر 3 متر متر؟ لانه انا لما بنزل على الحاله الثانيه بلاقي انه عندي انا بضل ماشي على التوب سبيد 3 سكندز. انا حسبت عملت الحسابات هاي صحيحه، تراست مي انها صحيحه. هلا هاي 3 سكندز بتقابل ال 3 سكندز ما في اختلاف، مش ال 5 سكندز. فاحنا حتى انتقل من هاي الحاله لهاي هاي الحاله اجيت قلت ال 3 متر اللي اخذوني 3 سكند اقطعهم هم نفسهم بالحالتين، فيش اختلاف، مزبوط؟ من ال 5 سكند هذول 3 سكند عمالي بمشي على التوب سبيد. هلا اجيت قلت هون وانا ماشي على التوب سبيد في ثانية بقضيها وأنا بمشي متر على التوب سبيد، وفي ثانية بقضيها وأنا بمشي 1 متر، فهون بقطع متر 3 متر متر. لما بنزل للحالة الثانية الثلاثة متر بتضلها نفس الثلاثة متر، لكن اللي كان المتر هذا ياخذني ثانية هون قديش صار ياخذني هون؟ ثانيتين. فالزمن الإضافي ما أدى لمسافة إضافية، لأنه اطلع على القطعة هاي، شايف القطعة هاي اللي موجودة هون؟ لو مسكت هاي القطعة وفكيتها وقلبتها حطيتها هون مش بتسكر هذا برجع مستطيل؟ فأنا كل اللي عملته قلت الثانية هاي صارت ثانيتين بدون تغير في المسافة، لأنه المسافة اللي كنت أقطعها هون التوب سبيد وتاخذني ثانية صارت بالتسارع تاخذني ثانيتين، لأنه ثانية بقطع فيها هاي المسافة والثانية الثانية بقطع فيها هاي المسافة، التوتال ديستانس اللي قطعتها مش ضلت نفسها؟ بس هو فعليا كان الأصح إني أقول 5 ناقص 2 زائد 4. 5 ناقص 2 ايش؟ 3 زائد 4. فالمسافه اللي كنت اقطعها عليها متر اقطعها متر ومتر تاخذني ثانيه ثانيه صارت تاخذني ثانيتين ثانيتين. فالزياده هاي الثانيتين هم مش ثانيتين، هم على فكره 4 ثواني زياده، بس شلنا من هدول ثانيتين. المتر اللي بنقطعه في الاول وفي الاخر شلناه، فشو صارت هاي؟ 3 زائد 1 زائد 1، وهاي 3 زائد 2 زائد 2. فالتسارع والتباطؤ مظبوط انا بقطع عليهم مسافه، بس هم اوريدي المسافه هاي مع المسافه هاي مقطوعه كانت هون. هدول الكيرفين بيمثلوا نفس المسافه بس زمن مختلف. نفس المساحه تحت المنحنى. نفس المساحه تحت المنحنى بالضبط، وهذا المستطيل هو عباره عن هاي القطعه مركبه على هاي القطعه، وهاي القطعه مركبه على هاي القطعه. فجواب على السؤال انه احنا لما ضفنا الثانيتين هذول ما قطعنا فيهم مسافه اضافيه، بس قضيت وقت اكثر حتى اقطع نفس المسافه. اوكي ماشي، واضح الهاي؟